النعمة لكم والسلام بمعرفة ربنا، مهما يكن لكم من قول أو فعل فليكن الكل باسم الرب يسوع المسيح شاكرين به لله الآب. بسم الله الواحد وكلمته وروحه، الأبي والابن وروح القدس، الإله الواحد الأحد، آمين. سيداتي سادتي إخوتي أخواتي، كان عندنا حديث مع أصدقاء لنا في أمريكا وغيرها عبر الشبكة العنقودية أو الشبكة الدولية إنترنت عن يهوى، وتوهم بعض الإخوة والأخوات أنه يهوى هو الاسم الوحيد لله، كأنه فيش اسم، كأن لا يوجد اسم لله إلا يهوى. إذا قرأنا سفر الخروج يعني إكسودوس فصل 3 آية 13 وتابع، عندما يسأل موسى الله عن اسمه، الله لا يجيب موسى إنه اسمه يهوى، بل الله يجيب بثلاث كلمات: إهيه آشر إهيه. حرفيا أكون الذي أكون، أنا هو الكائن. هذا هو الاسم الكامل أو أحد الأسماء لله. إذا أردنا أن ننحصر فقط في هذا الفصل الثالث من سفر الخروج، نقول أنه الاسم الكامل، حيث يتكلم الله عن ذاته بالألف بصيغة المتكلم. أكتب، أقول، أكون بالألف: إهيه آشر إهيه. في الآية التالية الله يلخص الاسم بدل ثلاث كلمات. على فكرة لاحظوا: إهيه آشر إهيه، ألف 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 ألف. طبعا يعني ممكن أن نستنتج منها الكمال، ممكن أن نستنتج منها أنها إشارة إلى أب ابن روح قدس، يعني الله كلمته روحه. إذا لم ترد ذلك فلا بأس، يعني هذا إشي غير علمي، إنما ألف ألف ألف. سفر التكوين يبدأ فيه باء باء ألف، بريشيت برا إلهيم، باء باء ألف. في البدء خلق الله، ولكن اسم الله ألف ألف ألف، إهيه آشر إهيه. إذن هاي هي المرحلة الأولى، هذا هو الاسم الكامل حسب سفر الخروج فصل 3. فلا يقول أن أحد هذا هو الاسم الوحيد لله، لا، هذا هو اسم كامل يشير به الله نفسه إلى ذاته. الله يتكلم، بعيدها: أكون، أقول، أكتب، أدرس، أهي. طيب ما هي المرحلة الثانية؟ نكمل بسفر الخروج من 3 إلى 13. المرحلة الثانية هي إهي، قل للشعب إهي أرسلني إليكم. إذا بدل عندنا صار إهي آشر إهي، يوجد أناس يلفظونها أهي شرهية، و الطريقة الثانية للإشارة إلى الاسم الإلهي اختصرها الله نفسه بكلمة واحدة: إهيه. الآن ما هي يهوه؟ يهوه هنا نلاحظ أننا انتقلنا من المتكلم ألف عفوا إلى الغائب يهيه أو يهوه. إذن
عندما يتكلم الله عن نفسه، وهذا طبعا الاسم هو الأكمل، إيه هي أشر إيه هي؟ عندما يتكلم بشر عنه يقولون يهوه أو الآن مبدئيا حسب قوانين اللغة العبرية مش لازم يجب أن لا تكون يهوه، بل يجب أن تكون يهيه يهيه يكون إهيه أني إهيه هو يهيه، ولكننا نجد يهوه. ماذا تعني يهوه؟ يهوه تعني ليس يكون حسب قواعد اللغة العبرية والكنعانية، بل يكون. يهوه وزن يفعيل، يعني يهوه إذا تعني يخلق الخالق. يهوه مبدئيا حسب اللغة الخالق. لا أخفي عليكم نظرية بعض العلماء أنه اسم يهوه مأخوذ من معبود كنعاني، يعني اليهود أخذوا هذا الاسم، بس الاسم مش المعنى، أخذوا الاسم من معبود كنعاني هو يه أو ياهو أو ياهو يه أو ياهو ياهو وعملوا يهوه. إذا مختصر الحديث، ما فيش عندنا بس اسم واحد، بل إهي أشر إهي إهي ويهوه. طبعا إله آبائكم هذا كمان اسم، الله هذا كمان اسم وليست صفة. في بشر بيقولوا إنه الله صفة، إلهيم ليست صفة بل هو اسم، وفيها الإيم في الآخر للجلالة، جمع الجلالة. لا تنتهي هنا، لا ينتهي الموضوع هنا، بل في سفر الخروج نفسه فصل 20 أعتقد آية 7 هذا بالوصايا العشر بيقول لا تلفظ اسمي باطلا أو لا تحلف باسمي باطلا. الشعب العبري خصوصا بعد الجلاء إن لم يكن قبل ذلك صار يخاف إنه حتى ما نلفظ اسم الله باطلا اختاروا إنه ما يلفظوهش بالمرة، يعني بدل ما يقولوا لليوم وبكرة اليهود لا يقولون يهوه يقولون أدوناي، حتى لا يقولون لا أدوناي ولا يهوه، يهوه عمرهم ما بيلفظوها على فكرة، بل يقولون هاشم هاشم الاسم. مثلا ما شلومخا، كيف صحتك اخا تمرقيش، كيف انت بتشعر، بقول لك باروخ هاشم تبارك الاسم. طبعا اسم مين؟ اسم الله. وهي العبارة الاسم نجدها في اعمال الرسل، الرسل وعن انو اسم؟ اسم يسوع. يقول لك الرسل كانوا فرحين لانهم عدوا اهلا لان يتألموا في سبيل الاسم، في سبيل الاسم يعني بالعب هاي ترجمة للعبري لمعن هاشم الاسم، مش اسم يسوع، لا لا هاشم الاسم تو اونوماتوس. هلا بنيجي هون، اذا في الكلام في النطق اليهود صاروا بدال ادو بدال يهوه يقولوا ادوناي، ويبدو انه يهوه كان يلفظها فقط مره واحده عظيم الاحبار في يوم كيبور عيد الغفران يوم يدخل قدس الأقداس فقط. طيب ولما مكتوبة في الكتاب المقدس كيف سيلفظها اليهودي التقي الذي يخاف أن يسيء إلى اسم الجلالة، طبعا إلى أحد أسماء الجلالة، شفنا اسم الجلالة الكامل في فصل 3 من سفر الخروج إيه هي؟ أشر إيه هي؟ ما تنسوش، بدناش نهرب من النصوص زي ما بيعملوا بعض أصدقائنا. شو صار يحطوا
مش قلنا انه شفهيا صاروا يستبدلوها باني كلمه ادوناي، فصاروا يحطوا حركات ادوناي على كلمه، على احرف كلمه يهوه، يعني يا او و. هيها في الانجليزي بتصير يهوه يهوه. طبعا اليهود عمرهم ما بيرفضوها يهوفا، لانه اليهود بيعرفوا انه هي احرف يا ها واو ها، ولكن الحركات هي حركات ادوناي ادوناي. ولكن المسيحيين في القرون الوسطى اللي ما كانوش يفهموا هذه الطريقة اليهودية في تجنب ذكر أحد أسماء الجلالة، لسذاجتهم ولجهلهم، عفوا المسيحيين تبعونا في القرون الوسطى كيف قرأوها؟ يهوفا جيهوفا، صار الياء جي جيهوفا. طبعا جيهوفا هاي غلط، جيهوفا هاي قراءة غلط، قراءة مسيحية مغلوطة، يعني شط شط، يعني بالعربي الدارج تخبيص مسيحي من القرون الوسطى. عشان هيك اذا كلمة جيهوفا غلط، كلمة جيهوفا ويتنسز عبارة غلط. الان نيجي على يافي، هذا في العهد القديم. العهد القديم ترجم الى اليونانية، في اليونانية ما فيش حرف الهاء، بتلاحظوا انه في عندنا مرتين حرف الهاء، مرتين اتش، هاي مرتين حرف الهاء. طيب في اللغة اليونانية كلها ما فيش حرف اتش، خصوصا وين ما فيش حرف اتش؟ لا في نصف الكلمة ولا في اخر الكلمة، يعني حتى ما يسمى بشهود يهوه اليوم في اليونان نفسها او في البلاد الناطقة باليونانية بسموهم يخو فارس، يخوفا حرف الخاء، لانه في اليوناني ما فيش حرف هاء. تنسوش انه كلمة يخوفا او يهوه فيها كمان هاء في الاخر. إذا كل العهد الجديد اليوناني فيش ولا مرة حرف ال، فيش ولا مرة كلمة يهوه، لسببين. السبب الأول وهو بسيط جدا، إنه ما فيش حرف هاء في اللغة اليونانية خصوصا في نصف الكلمة ولا في آخر الكلمة، يعني هذا ما فيش فيه كلام، هذه واقع علمي لغوي. ثانيا لأنه اليهود اساسا ما بقولوش يهوفا، ما بقولوش يابي، شو بقولوا؟ ادوناي، الرب السيد. شو ترجمة ادوناي في اليوناني؟ كيريوس، كيريوس، كيريه ليسون، كيريوس. لاحظ انه كيريوس في الترجمة السبعينية على الأقل هي كيريوس من دون قل التعريف، كيريوس فيش قل التعريف. اذا وجدت الفئه اللي بتسمي نفسها شهود يهوه، طبعا هي تسميه يهوديه بما انه المسيح سؤال لتلاميذه ستكونون لي شهودا، مو عيسى مارتيرس، بس هذا موضوع ثاني. وجدوا نفسهم في مأزق، وجدوا انه في كل العهد الجديد اليوناني فيش ولا مرة ومستحيل يكون في كلمة كيريوس، فقالوا انه في بالسبت وجدت الترجمة السبعينية اليهودية مرات يعني هيك مكتوبة بأحرف عبرية وسط النص اليوناني. طيب منيح، لنفرض مع انه كلام غير صحيح او غير مضمون علميا، هاي العهد الجديد اليوناني
كيف بدك تحط فيه حرف الاتش؟ زي ما فيش بالحرف اللي بالعهد الجديد اليوناني حرف الط او حرف الصاد او حرف العين. مرات قليلة وردت كلمة ي لوحدها، يعني دبليو اي واي اي، يعني باليوناني يوتا الفا، فقط في عبارة هالليلويا بس في سفر الرؤيا، يا من دون الاتش، لانه باليوناني ما فيش حرف الاتش. هاي هي المرات الوحيدة اللي ورد فيها يا وليس يهوه. طبعا احنا في الكنيسة دائما نردد خصوصا باللغة العربية بالهاء كمان، هللويا هللويا. وين رجعنا؟ رجعنا انه وجدوا انفسهم امام مأزق، فيش كلمة يهوه. طب هم بيقولوا عن حالهم شهود يهوه اللي وردت، اذا يهوه وردت اكثر من 6000 مرة في العهد القديم ادوناي طبعا، ولا مرة في العهد الجديد. والعمل لما يشوفوا انه النص بيحكي عن الرب يسوع كيريوس بترجموها لورد، السيد، لورد بالعربي الرب. لما بحسوا او بفكروا انه الكلام عن الطبيعة الالهية مش بالذات عن السيد المسيح، شو بترجموها؟ على هواهم يهوه. بس طبعا ما فيش يهوه ولا مره، بامكانكم تشوفوا العهد الجديد فيش ولا مره يهوه. وفي ايه بديش اطول عليكم، في الرسائل الى اهل تسالونيقي، هاي بنقراها وقت ما بنصلي عن ارواح موتانا. فنقول لكم بكلمه الرب اللغو كريم اننا نحن الاحياء الباقين الى مجيء الرب لن نسبق الراقدين. طيب هي عندنا الرب مرتين مضاف اليه، كريو، كلمة الرب، مجيء الرب. كيف حللوها جماعة بروكلين؟ طبعا فيهم دائما ميل نحو العهد القديم، مجرد الاسم شهود يهوه اسم قديم، اسم من العهد القديم، اشعياء 43 10 و 12. برج المراقبة هو برج صهيون للمراقبة، برضه اسم يهودي. جلعاد مدارس اللي بيهيئوا فيها دعاتهم، برضه اسم عبري يهودي. المهم، نقول لكم بكلمة الرب إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. كلمة الرب، قال لك مين الرب هون؟ الرب هون، قرروا في مخهم إنه الرب هون يعني يهوه. إذن فنقول لكم بكلمة يهوه أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. مين الرب هون؟ طيب اللي بده يرجع هو المسيح، إذن نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. هلا بتوهم البني آدم اللي بيقرأ، الإنسان السطحي خصوصا اللي تابع لهي الفئة من غير معرفة طبعا، بتوهم إنه في فرق هنا يهوه غير ولورد الرب غير. لا، هي نفس الكلمة باليوناني، اللوغو كيريو بكلمة الرب، نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. ليش هاي صارت يهوه وليش هاي صارت الرب أو السيد؟ ليش هاي جيهوفا اللي هي طبعا غلطة شنيعة جيهوفا، وليش هاي صارت لورد؟ طبعا لأنه قرروا في مخهم إنه يهوه، إنه المسيح كلمة الله المتجسد ليس يهوه. حبيت أوضح لكم هاي الأمور وشكرا لسؤالكم. هذا هو النص أمامكم في الرسالة الأولى إلى أهل تسالونيقي شمال اليونان مقاطعة مقدونيا الفصل الرابع الآية 14. توتو غار إيمين ليغومن، هذا ما نقوله لكم إن لوغو كيريو، إن لوغو كيريو بكلمة الرب
Ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι, νάχνου αλαχιά αλπαπίν, εις την παρουσίαν του Κυρίου, ηλα μαζί αρραπ. لا نسبق الراقدين. هاي نفس الكلمة كيريوس كيريوس. فوق ايش ترجموها؟ نقول لكم بكلمة يهوى أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب. تمام، نفس الكلمة في اللغة اليونانية. وإذا لا يجوز التلاعب بالنصوص. مثل نص آخر طبعا الآن أذكره، وهو إنه إذا هو تلمذ جميع الأمم، ما في تفسد بندة إثني متى 28-19، ما بصير حدا يترجمها إذا هو تلمذ أناسا من جميع الأمم، ولا go and make disciples of people of all the nations، هذا تحريف للنص. ولا ينسينا مشاهدونا غير المسيحيين انه فئة شهود يهوى ليست مسيحية. فئة شهود يهوى ليست مسيحية، طبعا مع احترامنا ومحبتنا لاتباعها، خصوصا اللي بيتبعوها عن حسن نية. وشكرا لكم.